أهلا وسهلا فيكم، وأنا بدي أتشكركم وأتشكر برنامج مشاكل وحلول إنه عم بيسلط الضوء على مدرسة ليسا، اللي أنا بالنسبة لي هي مدرسة الحلم. صارت يعني نحن بنحلم حلم إنه يصير عندنا مدرسة بليسا، لأنه نحن هلأ نحن بسنة 2018، بعد لحديت هلأ ما عندنا مدرسة بليسا، وعدد سكاننا ما يقارب 10,000 نسمة. نحن صرنا تقريبا بعد لهلا ما في مدرسة بليسا. هيدي المدرسة اتاخذ قرار بإنشائها سنة 2014، وبدأ العمل فيها سنة 2015. هلا بشهر 7 2016 توقف العمل فيها مثل ما هو هيك على البطون. رجعنا المسؤولين، رجعنا مجلس الإنماء والإعمار والمتعهدين، فادونا انه الدفعه الثانيه من المبلغ مرتبطه بموازنه 2017. هلا تصدقت موازنه 2017، ولكن الملف اتاخذ ونحط بمجلس الوزراء بشهر 2 تقريبا 2018، يعني قبل تكليف الرئيس الحريري بشي 3 اشهر تقريبا. ولحد هلا ما في شيء، ونحن عم نعاني من مشكله كبيره بخصوص التلاميذ اللي عندنا بالشتي. وضع صعب كثير بالنسبه للمناخ عندنا هون، يعني تلاميذنا عم يروحوا 13 كيلو متر حتى يتعلموا بالعقوره وبأرطبه. يعني تصور قديش عم يعانوا من ثلج وجليد ومخاطر لحتى يطلبوا العلم من أرطبه او من العقوره. فبنتمنى نحن من المسؤولين، من نوابنا، من مجلس الانماء والاعمار، من وزير التربيه، انه يرجعوا يشدوا هم شوي بس حتى نقدر نعمل مدرسه بلاسة، لانه اكيد يعني المدرسه هي اهم شيء، هي اللي بتثبت الاراضي، بتثبت العالم بضيعتها، هي المدرسه الاولاد. ليش ما ننزل نعلمهم ببيروت مثلا؟ المفروض يكون عندنا مدرسه هون. تقريبا هو المبلغ كله بحدود $1,000,000. هلا الاول دفعه انجزت على البطون 500 مليون، 750 مليون. بعد في الدفعه الثانيه مثل ما قالوا لنا انه بانتظار الموازنه 2017. تصدقت الموازنه وما شفنا شيء صراحه، يعني صراحه نحن اذا في حال بتسكر الطريق في عنا، بس عم تطول. يعني هلا وزاره الاشغال لتفتح الطريق، يعني اذا مثلا نقول سكرت الطريق اليوم، عم يجوا بعد يومين ليوصلوا لعنا لهون، لانه طبعا بيمرقوا بالقرى اللي حوالينا. فنحن يعني عم نحاول انه بقدر المستطاع انه نحن نفتح طرقات داخليه كمان. عندنا نحن اليه عم نفتح الطرقات الداخليه، وعم نخلي الطريق العام لوزاره الاشغال، بس عم تتاخر كمان لتوصل وزاره الاشغال. المبنى انعمل، واذا ما تحدث على طول وهذا الحديد تصدى ما الحيطان بكره هيدا على التلج بتوقع. يعني يمكن نوصل لمطرح المدرسه بصيروا يهدوا يعملوا غيرها، اذا بيضلوا وقت اكثر. يعني هل صار لها 4 سنين بطون؟ واذا بدك 4 سنين ليورقوها و4 سنين ليعملوا حجر بها، ما عادش بعد اجيال مدري باي عهد بالنسبه للتلاميذ. يعني الاهمال الموجود بالمنطقه سامع، وعدم الاهتمام من كل المسؤولين على مختلف المستويات، مش من جهه معينه كذا، وكانه هذه ضيعه من سيه. وفعلا انه جيت بالماضي انت عم تحكي يعني كونه انه ما في مدرسه، اللي ضيعه مثل ليسا فيها 3400 منتخب، يعني عاصمة مدينة، والإهمال اللي فيها لا يوصف يعني من كل النواحي. فهذا بده يفاجئك. ورغم ذلك، ورغم أنه المنطقة كل اللي بتشوفه ضيع، هذا جهد شخصي، ما في اهتمام من الدولة، لا مدرسة، لا مستوصف، لا اتصالات مثل الخلق، لا مياه مثل شبكات مياه، كله في إهمال بشكل متصور. أنا واحدة من الأشخاص اللي عايشة بلاسة. أول شيء طالبة جامعة، ما في شغل، بدي اعلم، ما في مدارس. ثاني شيء بنتي مثلا هلا سنت جاي على المدرسه، انا بحكي لهم كيف بدي ابعتها مثلا بالثلج؟ اول شيء بالعقوره براس الجرد، بارطبه كمان بتروح بالثلج وبالسقعه مشوار طريق ساعه. انه ليش نحن شو بينقصنا لما يكون عندنا مدرسه؟ ليش بدنا نودي اولادنا على ارطبه ولا على العقوره 40 50 ولد حتى اكثر ممكن يكون في بلاسة؟ ليه نحن ليه ما بيزبطوا لنا هذه المدرسه؟ شو بينقصنا عن باقي الضيع يعني؟ نحن من ليسا بس ساكنين ببيروت، يعني بحق لنا يكون عندنا مدرسه ونتعلم. يعني ما بعرف، بعد 3 سنين ما حدا تحرك بشيء، لا بلديه لا حدا، من حالنا يكون عندنا مدرسه. وضيعتنا يعني ليس جنه مثل ما بتسمع. لازم تكون موجوده مدرسه لهالولاد لحتى ما نبعتهم، وضل بالنا مشغول عليهم بالثلج.
كل التحيات لكم أصدقائي المشاهدين مع إطلالة جديدة لبرنامج مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. طبعا لازم تكون المدرسة فاتحة بوابها وعم تستقبل طلابها من فترة طويلة، لأنه أكثر من مرة ببرنامجنا حكينا، واليوم نحن عم نحكي مش حتى نقول فالج ما تعالج، ولكن مفترض أن يكون العلاج قائم بضمانة المرسوم الجمهوري يلي وقعه فخامة الرئيس ميشيل سليمان بعهده، وهذه المدرسة أنشئت استنادا إلى هذا المرسوم. طبعا الدفعة الأولى يلي نحكى عنها ممكن تكون أدت غرضها، ولكن مفترض بالمتابعة أنه نوصل لمرحلة تكون كل المعطيات نهائية والمدرسة تفتح بوابها، لأنه يلي كنا عم نسمعه من الأهالي من معاناة لا يجوز بعد اليوم أن يستمر، لأنه الأصابع موجهة إلى فعاليات المنطقة للبلدية للنواب لكل المعنيين. مع ضيفنا اليوم حكينا عن هذه القضية أكثر من مرة، وإنصافا للذكرى والتاريخ منقول أنه هو اللي لفت لنا نظرنا بداية، وكانت أول إطلالة له تحاكي المسؤولين والمعنيين. تابعنا مع مجلس الإنماء والأعمار أكثر من مرة وصولا إلى مرحلة منقول استنفذت الأموال، وبهذه المرحلة ناطرين الدفعة الثانية. تنعرف أكثر عن كل هذه القضايا وقضايا غيرها بقضاء جبيل، اسمحوا لي سوا أن نرحب بطلال محسن المقداد من رابطة إنماء قضاء جبيل. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ طلال. يعني من مرة لمرة بنلتقي معك ودايما بيكون في جديد، ولكن يبدو هذه المرة بالجديد ما في جديد، ليش؟ قلي. هلأ جديد بده جديد، قلي اللي بده يبقى على حاله. نعم، نحن دائما عم هالمشاكل اللي عم بتصير بهالمنطقة. نعم. هي نتيجة قلة متابعة، خدمات الناس. نعم. خصوصا هيدي المدرسة، يعني الحقيقة كتير بشدد على وضع المدرسة وهالمزارعين التفاح اللي هيدا السنة هيدي في عندهم خسارة لا يقارب 80% من الكلفة اللي هني حطوها. نعم. وهيدي المدرسة من راجع فيها، أنا عم راجع، رجعت وزير التربية من حوالي شي شهر ونص، كان معي موعد معه، أخذوا لي موعد معه، عندي أصحاب لإلي. أنت بدك من يأخذ لك أخذوا لي موعد، أنت واصل للكل. عندي أصحاب لإلي أخذوا لي موعد معه، رحنا لحتى على الموعد لقيته طالع صرخته، نعم. وحمل حاله ضب شنطه وحمل حاله فل. يعني شو يا معالي الوزير؟ قال الموظفين اللي لازم يجوا على المدرسه على وزاره التربيه ما اجوا على وزاره التربيه، وأن الوزير جاي قبل منهم، حمل حاله فل، صاروا الكل منهم موجودين. الخلاصه ما صار الاجتماع، مش هيدا الموضوع، ما صار، ما عدنا رجعنا. نعم. هلا دائما مجلس مئة والأعمار بيقول انه مصاري ما فيه، دفعة تانية ما في. دفعة تانية طبعا، هيدي الدفعة الأولى اللي نحط عليها هيدا المبلغ، هيدا البطون ما بده هالمبلغ، هيدا بطون، ماني شغلتي هيدي وبعرفها، ماني هيدي شغلتي، أنا مقاول. طب ليه ما عملتها أنت؟ أنا ما عملتها أنا لأن ما مرقت علي، لأن أنا ما بيستفيدوا منك. ما هي بتعرف الخبرية الإفادة يعني. ما أنت بتعرف، ذكرتني أنت بدك تفيد، لأنه مرة الماضية قلت لهم يا عمي اعطونا إياها نحن بنكملها وبنرجع بنعطيكم إياها. كثير منيح. هلا مجلس المياه والاعمار عم نراجعه. نعم. بيقول مصاري ما في. طيب يا خيي مصاري ما في، نعرف انه هلا نيه تنقول الوضع الاقتصادي بالارض. نعم. كثير منيح. هلا اليوم شو كلفتها هيدي المدرسه؟ مبارك. هيدي كلفتها المدرسه بزعيم سياسي. نعم. اما بوزير بهيدي الحكومه، اما بلجنه من لجن النيابه اللي بتبقى عندهم مشروع غدا ولا عشاء، ما بيكلف هالمدرسة قد الغدا والعشاء اللي عم يتعشوه، اما السفرة اللي عم يروح يعملها ويك اند ويجي. طب شو عندك امكانية؟ اللي بدي اقول لك اياه، اللي بدي اقول لك اياه. تفضل. هيدي المدرسة الحقيقة فيها نكت سياسي. بلشت حضرتك بعهد الرئيس سليمان كان فيها مرسوم جمهوري. نعم. هيدا نكت سياسي. نعم. أنا من هون مسؤول عن كلمتي وعلى الهواء وقدامك. نعم. وأنا بحط هذا الخبر عندك أنت ودونه لو سمحت. نعم.
يعملوا لنا مخرج قانوني. مين عم ناشد؟ مين عم نخاطب؟ انا عم ناشد المجلس مئة الاعمار، وزاره التربيه، رئاسه مجلس الوزراء. نحن بدنا مخرج قانوني. شو بدك؟ بدنا مخرج قانوني. شو الغرض انه نحن يا اخي في عندنا كفاءات بهالضيعه؟ نعم، في عندنا كفاءات بهالضيعه، وهيدي الضيعه فيها ناس بالزغره فيك من الناس المتمولين والمحترمين والمثقفين والمتعلمين، وفيها المزارع، حتى المزارع بده شارك. شو المطلوب؟ يعملوا لنا نحن فتوى قانونيه، نحن بنكمل هيدي المدرسه بس احسابكم انتو؟ ان نحن مستعدين دون العوده ل دون العوده الى مجلس المياه والاعمار. نحن في عندنا كم شخص الحمد لله أنا حاكي أنا وياهم. سيدي أنتوا بتمولوا ولا أنتوا بتكونوا تكفوا وتشرفوا على الشغل؟ لا لا لا، نحن منكفي أعمال البطون كلها. نعم، منكفي تقطيعها وصيانتها كلها على الآخر مع الصرف الصحي. هلا البيتون خلص، شو بعد في بعد؟ في عندك التقطيع والصرف الصحي والدهان والمنجور وإلى آخره. أوكي، نحن يا خيي نحن أهل الضيعة. أنا عم بحكي معك باسم كم شخص. نعم، أنا إلي مونع علي وهن إلهم مونع علي. من أهالي ليس؟ من أهالي ليس طبعا، وعندنا رئيس البلدية عنده كفاءة. نعم، كان صريح جدا، كتير محترم. كان صريح إنسان بلدية. كتير محترم. نعم، بلا زغرة فيك. مش بس هو، كمان في أعضاء مجلس البلدية ونائب الرئيس وغيره والمختارين مخطير. والحمد. نعم، لله. وفي شخصيات عندها كفاءة وإلى إلى إلى مكانتها بالمجتمع. إذن والحمد المطلوب. لله متمولة، نقدر نحن ننجز هيدي المدرسة. حاج بقى يعني يحتجوا ويقولوا لنا انه مصاري ما فيه. يعني شو بدك بهذا الحكي؟ انا عبر البرنامج بوعدك انه انا بدءا من اليوم. نعم، رح بسال مجلس الامياء والاعمار. نعم، وكل الجهات القانونيه. نعم، اللي بتخول انكم انتم تكفوا يعني هذا المشروع على حسابكم. بس بدكم بعدين تسلمها لوزاره التربيه مثل طبعا العادي. كما يجب. نعم، شو نحن بدنا نعمل مدرسه خاصه؟ نعم، هيدي بدها تبقى مدرسه رسميه لهالضيعه اللي هي ضيعه فيها عايش مشترك. قديش تكاليف المتبقى برايك؟ قديش قديه بدها بعد لك؟ هلا هو لما عم بيقول في 500 الف دولار. نعم، الدفعه الاولى بطون. نعم، هيدي بالبطون ما نحن بنعرف وخبرتنا. أوكي، هيدي ما بتكلف 150 الف دولار بالبطون. هيدي طيب اللي شايفها. وهلا المتابعه بتكلف اكثر؟ ممكن يكون قدن، يمكن اكثر شوي، بس نحن منا عم نحط هلا ني ارقام. أوكي، بس نحن مستعدين. نحن مستعدين. بعدين يا سيد الأولى، قضاء جبال في ضيعة شعية فيها عيش مشترك. نعم، عيش واحد. عندنا حوالي 18 قرى فيها شيعة وفيها مسيحية، فيها. نعم، عيش مشترك. نعم، هاي الضيعة ما فيها إنماء، هاي الضيعة ما فيها مدارس. نعم، هاي الضيعة ما فيها مستوصفات. يعني إهمال أكثر من هيك ما بقى فيه. السبب انه يا خي العالم هيدي اللي موجودة فوق، حق عليكم يا زعماء، يا زعماء سياسيين، حق عليكم. هيدي العالم بدها تعلم ولادها، هيدي العالم بدها تربي ولادها، هيدي العالم ما بدها لك. الجرائم قديش عم تكتر من قلة متابعة خدمات الناس. جرائم عم توقع، جرائم عم توقع. طبعا انا بلاحظ انت عم تحكي يعني بنفها، عم تحكي عن كل القضاء يعني. طبعا انطلاقا من عملك. شو عم بحكي بس على ليسا؟ لا بعرف، يعني انطلاقا من عملك الوطني، ولكن اللي بدي اقوله انه هالمدرسه اذا عملت بليسا قد ايه بتفيد غير اهالي ليسا؟ قديش بتفيد من المحيط؟ في ضيع الجوار. نعم، عندنا نحن عندنا عده ضيع جوار حوالينا. في في امهز، في الغابات، في افقى، في سرعيتا، في المزاريب. هاي الضيعة اللي حوالينا، هالجرد كلهم ما فيهم مدارس. الجرد الجنوبي والجرد الشمالي بيستفيدوا من هيدي المدرسة. هيدي المدرسة 180 طالب روضة ابتدائي ثانوي. هيدي انعملت، كتر خيره هالزلمة اللي ساعدنا فيها. وأنا بقول لك هيدي واقفة لأجل النكد السياسي بس، مش أكثر من هيك. أنا من هون بوجه. نعم، أنا بوجه رسالة. إن شاء الله خير. يا رب يسمعنا، يا رب يسمعنا. يا سماحة السيد، يا سماحة السيد، هيدا جمهورك فوق، هيدا جمهورك اللي عم يتبهدل، اللي هو ما عم بيعرف وين بده يحط ولاده بالمدارس. يا سماحة السيد، حط ايدك على هيدا الملف. هيدا الملف لا، في مصاري وفي حجة انه هيدا ما في مصاري. لا، في مصاري وحن موجودين وبالخزينة.
1,200,000 دولار هيدي انصرف لها لهيدي المدرسة اللي انصرفوا هولي هن البطونات مش أكتر من هيك. لأنه الرئيس يا سمحت أقول... السيد في ناس عم بتعاني، في ناس يا سمحت السيد معاش 200,000 ليرة تسجل أولادها بالمدارس، وهيدي المزارعين هلا اللي بلاسة وبأمهز وبأفقة وبالغابات التفاح كلهم ضرب هيدا الموسم لسبب فساد المبيدات الأدوى اللي حطوها اللي جايبت نعم هيدي 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 اللي هيدي الأدوى الفاسدة اللي هي سبب الموسم التفاح انضرب والعالم عنده خسارة. اللي بيطلع 200 صندوقة ما عم بيطلع 20 صندوقة، كله من مضروب هيدا التفاح. يعني متابعة لوجع الناس والمزارعين تحديدا ولصرختك، اسمح لي نشوف سوا صرخة المزارعين يلي عم بيطالبوا بالتعويضات، نشوفها سوا؟ نعم نعم. إذن بنشوف ريبورتاج عن مزارعي التفاح بليسا يلي عم بيطالبوا الحكومة بمساعدتهم أو التعويض عليهم، نعم بنشوف سوا. نعم. التفاحات اجتهم الضربة النقصة بالتمرة، عم تشوفهم برمشوفهم كيفاش، واللوبة كمان مش كل الآد. التوم اجاها الماي كتير ووصل كتير، واجاها الماي كتير ما سويش ما ضبطش، مش كل سنة، كل سنة احسن من هالسنة. نحن هيدي الامراض اللي جاية للتفاح الى من 10 سنين وهلأني مندفع ثمنها نحن، لكن انتو شوفوا بعينكم، شوفي المزارع هم بالضيعة بينتكل على التفاح على الخضرة اذا في شيء، وبالشتي بيقعد يعني مصروفه بالشتي ما بقى، اللي بيطلعهم بالصيف ما بيقدم بالشتي، وما في مواسم، مواسم مثل ما شايفينها انتو، شفت كيف ينتكل يعني اهل الضيعه بتنتكل عشو على ما في لا بينزل على بيروت ولا حتى مدارسه بده ياخذها على غير منطقه وبيدفع عليها. هذا مرض، في مرض تبقع، في مرض عقصه، ما نجيب الادويه يا خي، حتى وزاره الزراعه ما بعرف نجيب الادويه منروش كل 8 ايام و10 ايام و5 ايام والمرض بضل فيه، ما عم ينفع شيء يعني، شفت كيف هذه المواسم عم تنكب كلها بالارض، كل سنة هيك يعني تنكب بالأرض، والمزارع محترق نفسه يعني بطل. عم ناخد كرود لحتى نجيب أدوية ونجيب أسمدة ونجيب كيماوي ونجيب بتعرف أنت، والأدوية والرش والفلاحة والدنيا والتشحيل وكل شيء، هذه كرود كلها عم تتراكم علينا يعني، نطالب يعوضوا علينا، يطولوا يعوضوا على هالمزارع اللي يقدر يعيش في الضيعة اللي يقدر يستمر، ما فيش يستمر إذا ما عوضوش علي، إذا ما بيعوضوا علي ما فيش يستمر بالضيعة، بالآخر المزارع راح يتركوا في فل. طبعا المزارعين بانتظار التعويضات، ولكن بدك تسمح لي أستاذ طلال سؤال بيطرح نفسه، بتقدموا المزارعين بشكوى للهيئة العليا للإغاثة أو لمقام مجلس الوزراء؟ بتقدموا بشكوى، مين عم يسمع الشكاوى؟ من عمل مسح؟ طب كيف بده يتعوض؟ عم نطالب تعويضات، شو بده يتعوضوا يا أستاذ؟ لاحظ الخراب هلا، خراب الموسم يعني، إذا اشتكوا مين بده يسمع لك؟ يا أخي يعطيني حدا مين يسمع لك؟ السنة الماضية اندفع مليارات على التفاح، ما وصل شيء للمزارع؟ نعم، لمين وصل يعني برأيك أنت؟ نحن هلأ عم نقول يا سيد نقولة شغلة واضحة مثل عين الشمس، هيدي الأدوية اللي حطوها المزارعين للتفاح بالمنطقة كلها مش بس بلاسة، بالمنطقة كلها هيدا الأدوية فاسد، أنت بدك تطلع على اللي دخل المواد الفاسدة اللي بيعها للعالم اللي انضربت المواسم كلها، هيدا بدنا نحن نركض وراه ونحمله مسؤولية ونقول له أنت ارتكبت جرم يفوت على الحبس، مين عم يحاسب؟ فيك تقول لي مين عم يحاسب؟ ما حدا عم يحاسب، ناس يا سيدنا اللي عم تطلع براس العالم، العالم ما بقى في وجع عند العالم، يا خي بده حدا مين يفهم بقى؟ ما بده حدا يفهم السبب إنه يا خي مطنشين، لك يا اخي انا بدي احكيها بكل صراحه، فضل. ما بدي ما بدي ما بدي ما بدي احط حدا على جنب، تفضل، من الكل مسؤول عن الوضع اللي نحن وصلنا. طب كيف عم نتابعه على الارض اذا الكل مسؤول وانت عم بتسمي؟ شو بدك تتابع العالم؟ العالم عم بتعبد، العالم 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 ماتت يعني، ما بدي اقول انه العالم عم تشحد لتحط اولادها بالمدارس، نعم. العالم اللي مفترض يكون موجود
عايش بضيعته وعنده مدرسة، وهالمزارع اللي عم ينتج من زراعته لحتى يعيش بضيعته عم يوفر أجار البيت ببيروت يطلع على ضيعته، شو عم نعمل فيه؟ طب بهالمرحلة الحياة بليسة كيف؟ متأثرة طبعاً يعني بحياة المزارع طبعاً مدرسة طبعاً على الأكيد نعم. على الأكيد متأثرة، هو الوضع الاقتصادي بالأرض هذا بيزيد أكثر معاناة الناس، في صرخة كبيرة، في صرخة كبيرة يا جماعة، في صرخة كبيرة. ليس 3400 منتخب مثل ما قال السيد محمود المقداد نعم مختار ليس السابق 3400 منتخب ليس عفوا سوري على هالكلام يعني، وللأسف نحن ربع الشيعة بقضاء جبيل، وين الاهتمام فينا؟ أنا عم بحكي وعم عمم وعم حمل المسؤولية للكل مش لواحد وحده. هيدا النقد السياسي ما تحاسبونا عليه، لأن اللي سعى بهيدي المدرسة وجاب لنا فيها مرسوم جمهوري مش حيجيب ابنه دكتور ويروح يعلمه هلأني بمدرسة ليسا. هيدي المدرسة انعملت لأولاد المنطقة مش بس لليسا. قلت لي أنتو الوزير مروان حميدي وزير التربية أخذتوا موعد منه لتسألوا عن المدرسة وشو حالها. الواقع الزراعي اليوم بيحتاج لحتى ناخذ موعد من معالي وزير الزراعه ويوقف حدنا ويكون الى جانبنا ويتابع ضروري كل ضروري نعم. ضروري الاستاذ غازي زعيتر نعم. صديقنا وخينا وحبيبنا وهو عنده قرايب بهديك المنطقه، ونحن كثير على علاقه طيبه، بس نحن على الزياره بنروح بنعمل زياره، بس هيدي الجازه يعني. بس هيدي الجازه مفترض تكون شو المفترض تكون بدك كون بدي فعل انا. بس انا سالتك سؤال انه المزارعين مش مقدمين بطلب للهيئه العليا للاغاثه، انا سالت يعني ما في طلب رسمي لحتى يكون في مسح لي يعني احصاء المتضررين والتعويض عليهم. الناس ما بقى عندها ثقه اذا تقدمت شكوى. طب هي الشكوى هي الشكوى الجزائيه استاذ طلال، برايك شو لازم ينعمل يا استاذ الاولى؟ هي اذا في جرم جزائي العالم عم تتراجع انها تقدم شكوى على الجرم الجزائي، كيف على خبرية تفاح موسم يعني مين بده يتحمل مسؤولية؟ انت قلت لي قديش كانوا يعملوا يعني كم صندوق، واليوم قديش خفت نسبة المزارع لنتاج. المزارع كان يطلع عنده بالموسم 200-300 صندوق التفاح نعم. يحط عليهم 3 مليون ليرة نعم، عم يطلع له منهم هلا 30 صندوقة، يعني ال100 عم يجيب له منها يا 15 يا 10 نعم. يعني عم يحط مليون ليرة على ال100 صندوقة ما عم يطلع له الا 15 صندوق، في خساره واقعه على هيدي الناس. هيدي يا خي وحده من المشاكل الموجوده نعم. وبقيه المشاكل الموجوده الطرقان عندنا الطرقان ابدا يعني الرئيس لمح وقال انه يعني البلديه نعم. عم بتقوم بشق بعض الطرقات اللي البلديه عم بتقوم نعم. اللي بتقدر عليه مشكورة. بس مسؤوليه وزاره الاشغال نعم. هيدي وزاره الاشغال ليس بدي اقول له لمعالي الوزير بنيانو نعم. يا خي سليمان باك فرنجية اخذ بنت الغابات الست ريم الارقفة الغابات وليس بجنب بعضهم يا خي تطلعوا فينا انت وزير الاشغال، بس الست ريم بحق لها كمان انه هالزفت تتواصل هيدي الضيعة ببعضها البعض نعم. طلعوا يا خي شوفوا يعني ما بصير انه هيك نحن لحتى ننترك. طيب يا خي مين بدك خلنا نراجع؟ طب اليوم مخطط اذا بدنا نراجع فارس سعاد اسمح لي اذا بدنا نراجع فارس سعاد يا بطل يا غيبة الدين شاك، اذا بنراجع ميشيل سليمان يا غيبة الدين يا خي مين بدنا نراجع يا خي؟ قالوا لي مين بدنا نراجع فهمونا. طب اليوم المخطط التوجيهي يعني لا ليس او القضاء ما عم يلحظ شق وتعبيد وتسفيد طرقات ولا بعد؟ هيدي المنطقه حيدي على جنب من عمل لها محطه توجيه. هيدي المنطقه محيدة نسال الياس طويل هيدي المنطقه نسال التنظيم المدني تنعرف يعني المنطقه خاضعه لمخطط توجيه ولا هيدي بعد؟ هيدي المنطقه محيدينا على جنب لان بدهم يعاقبوها نعم لان بدهم هي وجهه نظرك. انا بقول لك ليه بدهم يعاقبوها وجهه نظرك يمكن نعم انا مأكد هيك ليه بدهم يعاقبوها لايدا هيدا الجمهور فوق وهيدي الناس فوق هيدي ناس شرفاء هيدي ناس ثابته بارضها. طب يا خيي ها عندنا الشريف يكافئ لا يعاقب اوكي هيدي هلا عندنا مشكله الاراضي الغير الممسوحه نعم بين الكنيسه وبين نعم. الاهالي كثير منيح. انا بوجه من هون رساله تفضل للمجلس القضائي الاعلى نعم للري جان فهد نعم حط ايده على هيدا الملف
نحن هيدا الشق القانوني نحن العالم بتسلم فيه. إذا الكنيسة عندها وراء بتثبت إنه هيدي ملكيتها بالقانون يا خيي تاخدها بلا هالضجة. وإذا الأهالي عندهم سندات ملكية أما وراء تثبت قديمة بتثبت إنه هي ملكية قال هيدا القانون يحط إيده على هيدا الملف ويملك هالناس ويعطي حق هيدا للناس بلا هيدا الضجة. يا خيي هالبلد بيحكيك يا بصراحة هيدا البلد بكفيه ضيعة فيها عيش مشترك ومنطقة فيها عيش مشترك وهيدي المنطقة نموذج بالعيش المشترك وحلوة وبدنا نضلنا نحافظ عليها إن شاء الله. إن شئنا أم أبينا هيدا الملف ما بيتعالج بالصدام هيدا بيتعالج بالحوار والقانون. نحن بدنا نلجأ للقانون وبرجع بقلك على مدرسة ليزا يسمحوا لنا مخرج قانوني رح نتابعه مخرج قانوني انا وعدتك رح نتابعه وبرجع من هون برجع بوجه انا رسالتي لسماحة السيد يا سماحة السيد هاي العالم عم تتبهدل فوق هيدا الملف حط ايدك عليه لان هيدا الجمهور حرام يتبهدل وبس هيدا هي اللي بدي لك انا بدي اشكرك وبوعدك انه رح يكون في متابعه لموضوع المدرسه ولباقي المواضيع مخطط توجيهي طرقات وكل ما يستلزم الانماء اللي انت عم تشتغل له بكل رحابه صدر وطنيه. شكرا لك السيد طلال محسن المقداد رابطه انماء قضاء جبال. اهلا وسهلا شكرا لك وشكرا لمتابعتك معنا هيدا تلفزيون وأنا 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 نحن وانا ناطر منك جواب المخرج القانوني بسرع وقت انا عن كلمتي وفي ناس عندك بأسرع وقت وبايام بجاوبك اذا بتريد. شكرا سيدي شكرا لك يعطيك الف عافيه. اصدقائي احنا رح نتابع معكم فاصل اعلاني ونعود الى مشاكل وحلول. هيدا القطاع مهدد بالزوال فعلا لانه اصحاب المكتبات شغلتهم يعيشوا ما عنده غير هالمورد هيدا يعيشوا منه. إنما صارت الخبرية المدارس هي مرخصة كصرح تربوي لا بدأ تشتغل قرطاسية وكتب وكذا ما بقي لها المكتبة أي مورد رزق تقدر تعيش منه. في عنا كل سنة حوالي 20 مكتبة عم بيسكروا ويفلوا. طيب ما هون عندك 6000 عائلة هودي نحن عم نشردهم عم نكبهم على الطرقات ونحن كنائبة مجبورين ندافع عن الأشخاص هاو ونحن منهم يعني هاو هال6000 عائلة كيف بدهم يعيشوا إذا هذا مورد رزقهم الوحيد. طيب هل يسمح للمدارس مرخصة كصرح تربوي تشتغل كمان مكتبي وقرطاسية ومحلات سبور وسناك ورحلات وإنه عن جد عيب كل واحد بده يشتغل بشغلته وإلا رخصولنا نحن كمكتبات رخصولنا مدرسة منصير نجيب لنا 5-6 تلاميذ ومنعلمهم عنا بالمكتبة بيكون تعدلنا بهالطريقة أخذوا لنا حقنا وأخذنا لهم حقهم وتعدلنا ومشي الحال وبيطلعوا تلاميذ شاطرين لأنه بنكون عم نركز عليهم بس 4-5 أشخاص. فعلا هذا القطاع مهدد بالزوال. نحن أصلا 10 سنين وأكثر عم تحصل هاي. نحن نراجع وزارة التربية وزارة الاقتصاد المسؤولين المدراء العامون كله عم نراجعه ونحكي معه وننقل له هالمشاكل تبعنا بس ما في أذان صاغية يعني بكل تواضع ما في أذان صاغية ما حدا عم بيسمع لنا. فاضطرينا نعمل هيدا المؤتمر الصحفي. هلا بتقلي دور النشر قيدار النشر بهمه يوصل كتابه على المدرسة آخر همه نحنا يعني دار النشر بيروح عند المدرسة حطي هالكتاب بتحط له الكتاب بيعطيها الكتب وبعدين إذا بقي جلدة كتاب عنده بيردوا له إياه منيح وبيأمن له الكتب أول شيء لألون هني ونحن مننزل كمكتبين نصير نشحد الكتاب من دار نشر اعطونا ولو لا ما بقى فيه اعطينا المدرسة قبل. طيب ردون للكتب لا ما منرد لكم الكتب منردون للمدرسة بس نحن مجبورين إذا أخذنا الكتاب يدل على الرف ونحن إذا بقي كتاب راحت الليستة كلها يعني هون معاناتنا حقيقية عم ننقلها وجعنا مثل ما هو. بس أول ما توصل أنت أولادك عم بتحطهم بيقول لك عليك 350 ألف قرطاسية شو بيعطي ابنك بيعطي شيء. أنا بتروح لعندي بدك كتب بعطيك كتب وبقول لك 300 ألف بس عم بحملك كتب هني هالقد وبيخدوه من أول السنة وقعد وجمع ألوف 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 وجمع مصاري حدهم وما بعرف إذا بيدخلوا بالموازنة هودي. نحن اليوم حتى ننقل معاناتنا نحن كل سنة عم نضلنا نتشكى إنه المدارسية عم بتبيع بقلب الكتب بقلب المدرسة وهيدي مش مفروض تصير لأنه هيدي من حق المكتبات إنه هني
يسترزوا، لأنه مثل ما بتعرف هلأ لو ما كان الناس مجبورين يفوتوا على المكتبة بالموسم المدرسي، الناس ما بقت عم تفوت على المكاتب لا لتقرأ ولا لتشتري مجلات، وانتوا بتعرفوا أنه في كتير مجلات سكرت، وفي كتير مجلات صارت تطلع مرة بالشهر بدل مرة بالأسبوع، وفي كتير يعني ضعف، لا وفي ضعف بالسوق الكتاب المطالعة صار تقريبا من النقد النادر، يعني في بركة بعد شي 5% من الناس بتقصد مكتبات لحتى تشتري كتب أو مجلات وتقرأ بأرض السنة، ما في غير هيدا الموسم المدرسي المكتبة بتتكل عليه تتقيم سنتها كلها، يعني بقى في منافسة بينه وبين المدارس، لأنه المدارس هي كمان عم بتبيع كتب بقلب المدرسة من عدا غير قصص. يعني هلأ نحنا منطلب أنه هيدا أول شي تلتغى، انه هيدا السوق للمكتبة منه للمدرسة. المدرسة عندها الاقساطات، عندها الكوستيمات، عندها ما بعرف غير اشياء، بس هيدي لازم تضل بس للمكتبات، وهيدي اللي بدنا نضل نطالب فيها، وان شاء الله سنة وسنتين وعشر سنين ومئة سنة بدنا نضل نطالب فيها لحتى نخدها. بصراحة المكتبات منكوبة خالص، هيدا جاي من عدة اسباب. اولا بيع الكتب بالمدارس، وهاللي أهم شيء مشانهم مثل ما بتعرف اتفاق مع وزارة التربية بيسلمونا كل بيع الكتب الرسمي بالمدارس، احنا نأمن توزيعها من المكتبة للمدرسة، والمدرسة بتوزعها على التلاميذ. بس هيدا حل مساعدة من وزارة التربية ومشكورة، بس مش حل كافي، لأن نحن بهمنا انه الطالب يوصل على المدرسة، يوصل على المكتبة ليشتري قرطاسية، ليشتري غير غراض. اتصلنا بوزارة الاقتصاد وحصلنا على قرار من كم سنة انه ممنوع بيع الكتب الأجنبية والمحلية بالمكتبة بالمدارس. هالقرار لسوء الحظ بتطبق، لان هي سياسة، هي ما بعرف، يعني صار ضغط من كل المدارس الكاثوليكية وغيرها. نحن عم نقول خلينا نكون كلنا تحت القانون، يعني مثل ما بتعرف المدارس ما عندهم ميزانية، مش مفروض يعملوا تجارة، مفروض بس يعملوا تربية. لقينا الحل، قول إذا كان بدكم تعملوا تجارة بالقليلة تسجلوا بوزارة المالية بوزارة الاقتصاد، وهيدي شغلة ما صارت. عم نجرب نغير القانون لتصير. قدمنا مشروع قانون مع 10 نواب كمان، يعني حب الجرور. بعدنا معكم ودائما عبر تلفزيون لبنان. بالقسم الثاني رح نضوي على موضوع مهم كتير، لأنه بهالمرحلة الأيام أيامه. اسمحوا لي رحب بضيفنا موسى كريم، رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء ورئيس قسم مراقبة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة. أهلا وسهلا فيك. يعطيكم العافية. هلأ الكرة كرة نارية عندك، من خلال كل اللي كنا عم نشوفه في كتير أمور يعني تستوجب التوضيحات. مزبوط ما في أذان صاغية وكل سنة عندنا نفس المشكلة وما حدا عم يقدر يعمل شيء؟ وشي تحياتي للمشاهدين الكرام، تحياتي لتلفزيون لبنان. هي الصرخة قديمة. قديش عمرها الصرخة؟ أنا من 10 سنوات بسمعها. لأنه أنا عندي هون شيء بلاغ صادر عن أو وزارة الاقتصاد والتجارة. نعم. بال 2009 تشرين الأول بيحمل الرقم 1-2 ألف تاء، يدعو المدارس للامتناع عن بيع الكتب والقرطاسية، وبيطلب منا أنه تتسجل كمؤسسة تجارية وأنه تخضع لموجبات قانون التجارة في حال رغبت بتجارة الكتب والقرطاسية. يعني قديم كتير. أول ما تفضلوا وتقدموا بشكوى قطاع نقابة المكتبات، وجهوا كتاب لمعالي الوزير، وزير الاقتصاد، وزير الصفدي أذكر بال 2009 تحركت الوزارة وعملت البلاغ اللي وجهته إلى المكتبات. هلأ نحن يعني عم تفوت أنت عبيت من بيوت وزارة التربية،
اذا بدك تقول وجهت البلاغ الى المدارس. انتوا الاقتصاد وين ما كان موجودين. ايه هلا اليوم انت كمراقب في وزاره الاتصال كمديريه نعم. حمايه المستهلك او كوزاره الاتصال نعم. بدك تدخل على وزاره مثل ما بتعرف حضرتك في قوانين نعم. وفي بيوت. يعني اليوم انا ما في فوت على بيت من بيوت وزاره التربيه معنيه وزاره التربيه بهذا البيت نعم. انا بفوت على وزاره التربيه على المدرسه بفوت انا ونفتش التربوي سوا مع بعضنا بموجب آلية. وهذا اللي صار بيوم من الأيام وقت من وضعت آلية مع يعني اليوم الواقع شو بيقول على نار الواقع تقول. الواقع كل ما تطلع الصرخة نحن مع هي الصرخة مع ونحن إيه ونحن مستوعبين ونحن بنعتبر إنه قطاع المكتبات قطاع يعمل شهرين. مع المكاتب يعني نحن مع المكتبات مع المكتبات لأنه آخر شيء هذا قطاع تجاري أو لأهلنا أو لشريحة. طب المكتبات والصرخة اللي هلا كنا عم نسمعها منهم نحن مع المكتبات من أي ناحية من الناحية يعني. القانونية أنه أنت يا مدرسة بدك تشتغل تاجر مثل ما تفضل. طب شو دوركم هون؟ هيدا بدي أعرف. دورنا بالقانون دورنا بالمدارس نعم محدود. نحن وزارة نحن مفتشي وزارة ما في شيء قرار سابق يعتبر أخذتوه. لا في شيء اسمه تجاوز حد السلطة. في شيء اسمه تجاوز صلاحيات. تجاوز طب ليش صدر البلاغ لكن؟ بلاغ نحن وقت ما طلعت الصرخة طلعت الصرخة من المكتبات. طب حبيت مسكن يعني؟ لا نحن دخلنا يعني حاولنا نوضع اسمنا على الجرح ونصوب تجاه المشكلة انه تفضلوا هذا قطاع تجاري نحن معنيين فيه كوزارة اقتصاد وتجارة مفترض انتم يا مدارس تروحوا تسجلوا بالسجل التجاري وتعملوا رخص تجاري. ما تغير شيء؟ هذا بيجاوبوا هن وزارة بيراجعوا وزارة التربية. وزارة التربية بتحرك تجاه بيوتها تجاه مدارسها. يعني مثل اللي عم بقول هاي دينتين بيبرموا هذا الواقع وانعمل عفوا وعقدت وضعت آلية وعقدت اجتماعات مع بين مدير عام الاقتصاد والتجارة ومدير عام وزارة التربية ونوضع آلية للمراقبة ودخلوا على وزارة على المدارس الرسمية والخاصة وقالوا إنه ممنوع البيع إلا إذا كان في سجل تجاري. بعده ممنوع؟ هذا مفترض هذا القانون بيقول لك ممنوع. بالقانون ممنوع على الأرض على الأرض إذا في مدرسة. أما إذا موسى على الأرض على الأرض بعده نسبي بشكل عام بشكل عام معظم المدارس تبيع نعم. كتب وقرطاسية نعم. ومثل ما تفضل نائب مزبوط بكل شيء من القرطاسية نعم. للكتب للرحلات للتأمين لا إلى آخره في ورشة تجارية مترافقة مع ورشة تربوية. طب اليوم بس بدي منك تفسر لي إلي لحتى اقتني أنا والأصدقاء اللي عم بيتابعونا هالبلاغ اللي صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بال 2009 واللي تأكد بال 2010 واللي تأكد عليه بال 2012 أنا معك ولليوم نعم. يعني أنا حتى حكيت معالي الوزير وحكيت ساعات المدير العام نعم. قالوا لي الموضوع عندك أنت لتجاوبني نعم. اليوم شو هو جزل عم بيخالف هذا البلاغ أنا الصادر؟ أنا كاقتصاد نعم. ما في أنا جزي مدرسة. ما فيك تغرم حدا؟ لا أنا كمدرسة شو دورك لكين؟ أنا براقب المكتبات براقب إذا هذا وبعدين براقب من راقب مش تنحاسب سيدي؟ بلى إذا كتاجر عم يبيع كتب شو بعمل له؟ مقابل مدرسة ما عنده رخصة أنا فيي أنا تعاطى معه. أما بقلب بيت المدرسة إلا يا مدرسة ممنوع تبيعي بدي أعمل فيك محضر ضبط. طب يعني هو في مخالفة معنونة مفترض وزارة التربية تعاقب هاي المدرسة لأنه مرجعيتها صلاحيتها أنا ما فيي تجاوز يعني حد عزلني كمان نعم. طالما هيدا البلاغ الموجود بين إيدي مكبلكم أيديكم وما عم بخليكم تتحركوا شو بدي فيه بقى؟ هذا البلاغ صادر من عندنا. ده شو؟ هذا دق رفع عتب؟ مقوس الخطر لا نعم نحن هذا مش دق رفع عتب هذا شعورا منا تجاه هذا القطاع الأساسي. شو ترجمة هالشعور؟ أنا عم يخترب بيتي وبكتبي عبسكرها حاولنا نوقف معهم لأن نحن كوزارة اقتصاد والتجارة مش بس وزارة مستهلك نعم. وزارة التجارة كمان أوكي. نحن هولي طبعا المكتبات ما هو القطاع تجاري ولا عندهم عيال نحن معنيين فيهم بنشعر معهم وشعرنا بصرختهم عملنا هذا البلاغ. هلا هذا الجواب على هاي الصرخات هاي الجواب مفترض تكون بوزارة التربية اللي هي بتجاوب على هالتساؤلات وعلى هذا. طب عندكم احصاء يعني قديش نسبة المخالفين يعني لهذا البلاغ؟ الى حد كبير في عندك يعني. غالبية 70% 80% من المدارس بتبيع اما بتبيع بقلب بحرم المدارس او بتبيع وهيدا ممنوع إذا كان في رخصة إذا مرخصة إذا عامل سجل تجاري إذا وضعت إطار قانوني
لعملية البيع مش ممنوع إذا مسجلين وفق وفق السجل التجاري. عندك شيء معطيات قديش المدارس اللي عندهم سجل تجاري أو عندهم أو مسجلين تجاريا ولا؟ لا ما في رقم دقيق محدد. لأنه هذه تستوجب عملية رقابة في المدارس. أنه تفوت أنت على المدارس أنت كوزارة اقتصاد وتجارة تفوت على المدارس الرسمية الخاصة وترائبها. طب أستاذ موسى هلأ الناس اللي عم بيتابعونا ورفعوا التليفون لوزارة الاقتصاد واشتكوا نعم. شو بتجاوبون؟ أنا مر كم شكوى، إذا شكوى على مكتبي على مكتبي أنا بتلقى الشكوى أنا بعالجها. واليوم اليوم تحديدا في اللي كيف تعالج أعطيني أعطيني عيني على المعالجة. في شكوى خارج حرم المدرسة لا أنا بدي شيء داخل المدرسة والمدرسة مخالفة. لا أنا إذا شكوى لعندي إجت على وزارة التربية أنا بعمل مراسلة لوزارة التربية على مكتبي. إذا إجت على وزارة الاقتصاد إذا إجت شكوى على وزارة الاقتصاد حول مكتبة فيه تحيلة في مدرسة تحال مفترض أنا بقول له للشاكي أنه كمان اشتكي لوزارة التربية كمرجعية قانونية وإذا بقيت الشكوى عندي أنا بعمل إطار مجموعة شكاوى بحيلة لوزارة التربية أنه يتفضل يا وزارة التربية وردتنا هذه الشكاوى حول عملية بيع كتب وقرطاسية بدنا تتحقق منها. دكتور يعني إذا نحن بنراجع وزارة التربية شو راح يكون كلامها برأيك من خلال أنت متابعتك نسأل معه يعني ما بقدر تعاونتوا سوا ولا لا؟ بلا في كان في تعاون شو أثمر؟ السنة شو الماضي أثمر هذا التعاون؟ التعاون بالسابق راقبنا المكتبات بقلب المدارس نعم راقبنا الأسعار راقبنا الفواتير حصيلة المراقبة شو كانت؟ مسح سريع شو كانت؟ كان في إلى حد كبير نسب كبيرة مش مرخصين تجاريا ومن عمل معهم شيء وزارة التربية ما أخذت بحقهم طلبنا أي إليهم طلبنا إليهم العمل بموجب البلاغ أنه يشتغلوا يشتغلوا قوانين نعم. ويسجلوا وانطرح الموضوع وهذا الجواب عن وزارة التربية. يعني أنا من خلال كل المعطيات ما فيني إلا ما أقدر طريقة عملكم وصراحتك وجديتك بالمواكبة والمتابعة للناس اللي اشتكوا وطلبوا منا أنه نحن نتابع هذه القضية باسمك أنت رح نتابع ونوعدهم معكم ومع وزارة التربية. ولكن بالخلاصة شو بتحب تقلهم للمخالفين قبل فوات الأوان إذا كان في جدية من وزارة التربية مثل ما تعودنا بالتحرك والمواكبة والمتابعة؟ إذا في شكوى على مدرسة على مكتب بمدرسة أو على مدرسة يشتكوا لوزارة التربية مثل ما نحن عندنا خط ساخن وزارة الصحة عندها خط ساخن في وزارة التربية مشرعة بوابة لتلقي أي عندك أي الخط الساخن قديش؟ لوزارة التربية ناسي أنا بعرف عندنا 17-39 خطنا وزارة الصحة 12-14 بس هون ما بنعرف وزارة نحن عندنا خط وزارة الاقتصاد والتجارة يعني معني فيه. بالنسبة للمكتبات بنراقب مكتبات بلشنا مراقبة مكتبات من 27 آب من 26 آب قبل ما تبلش العالم تروح على مدارس واشتغلنا وتحركنا بفعالية بهذا المجال. يعني أنا بالختام ما في إلا ما أشكرك ونحن وأنتم دائما مفترض أنه نضل على متابعة ومواكبة لهذه الشكاوى لنوصل لنتيجة ونقول البلاغات والقرارات والتعميم الصادرة عن الإدارة الرسمية مفترض أن تتابع وأن تؤدي دورها. شكرا لك أستاذ متكرم. شكرا لكم. وأنا بالمناسبة أنا كثير البلاغات أنا جبت البلاغات معي نعم وكل سنة كنا نحضر بلاغ ونأكد وننوه ونشير وهذه الصرخة احنا معنيين فيها واضح صرخة قطاع مكتبات. الله يقويك. الله شكرا لك موسى كريم رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء ورئيس قسم مراقبة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة. لهون أصدقائي نحن بنوصل لنهاية حلقتنا بنلتقي معكم بكرا الله راد بحلقة جديدة. إلى اللقاء.